استأنفت القوات العراقية وحلفاؤها تقدمها نحو مواقع تنظيم داعش في عدة مناطق جنوب وجنوب شرقي الموصل، حيث تباطأ التقدم في الأسابيع الماضية حسب ما أعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي. كان هذا اليوم هو اليوم الأول لانطلاق المرحلة الثانية، ويوم مبارك لأنه شهد هزيمة قوية لداعش في هذا الحي، حي القدس، اللي كان من خلاله يرمي بشروره على العوائل ويفزع الأطفال ويعبث بممتلكات المواطن. وأضاف الفريق الركن أن قوات الجيش تقف في الوقت الراهن عند مشارف حي القدس، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية في الناحيتين الشمالية والجنوبية الشرقية من مدينة الموصل. في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن أحد مقاتلي القوات العراقية الخاصة قوله إن وحدات الجيش تمكنت خلال الدقائق الخمس أو العشر الأولى من تقدمها على مواقع لداعش في حي الانتصار جنوب شرقي الموصل من إحراز نجاح ملحوظ، إذ تقدمت لمسافة حوالي 500 متر في الأراضي الخاضعة سابقاً للإرهابيين. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يحقق الآلاف من أفراد الشرطة الفدرالية الذين تم نقلهم إلى المنطقة من الناحية الجنوبية للموصل تقدماً في المنطقة المجاورة.